السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناة ماستر التقنية، وياكم أخوكم سجاد الشمال. وبعد ما سوينا فتح صندوق زائد مراجعة للجي 7 برايم، سامسونج جالكسي جي 7 برايم، وهذا الجهاز كان جدا ممتاز وجدا مميز، والتقنية اللي كانت به مختلفة عن الجيات اللي سبقتها، الجي 5 والجي 2 والجي 1 آيس والجي 7 والجي 7 2016، كان جهاز مختلف. فالفيديو لهذا اليوم راح يكون هو محتوى الخمس تغييرات بشركة سامسونج عجبتني بالجي 7 برايم، وكان بالنسبة لي اختلاف جدا قوي عن سابقاته من الجي 7. ملاحظة قبل ما أبدي بهذا الفيديو، أعتذر على اللي راسلني وما أرد عليه، بس خلي يكون بباله أنه 15,000 أو 16,000 مشترك على رسالة ما قاعد ألحق، لكنه اللي ما أرد عليه خلي يطول باله عليه وخلي يعذرني. خلي نشوف الفيديو ونشوف شنو هاي خمس شغلات اللي عجبتني بهذا الجهاز، خلينا نشوفه وان شاء الله نستفاد. بالنسبة الاول فقرة ميزت لي الهاتف هو حجم الهاتف. حجم الهاتف الصراحة بالنسبة لي كان مناسب ومناسب جدا، يعني ما راح يضايقك بجيب او بمسكة ايد او غيره، بحيث انه ابعاد الجهاز راح تكون 151x74 بسماكة 8.1 ملم، وبهاي الأبعاد راح تكون مناسبة لجميع المستخدمين. أما بالنسبة لما يخص جودة التصنيع، فالصراحة هي هاي القفزة الكبيرة اللي قفزتها شركة سامسونج بجودة التصنيع من فئة الجي اللي هو الجي 7 أو الجي 7 2016 إلى الجي 7 برايم، بحيث أنه مثل ما نشوف جودة التصنيع كانت من المعدن أو من الألمنيوم ما عدا بقية الأطراف، وتحس أنه الملمس الخاص به في خشونة وفخامة نوعا ما، يعني الصراحة انه من تمسكه بايدك تحس انه انت فعلا ما تستعمل هاتف من الفئة المتوسطة، بل تستعمل هاتف فلاكشيب او نظرية مقربة لفلاكشيب نفسه. اما بالنسبة للبصمة، فالصراحة انه اول هاتف من شركة سامسونج فئة الجي يحتوي على البصمة، وبعدها اجى جي 5 برايم، لكن وضعية هذه البصمة كانت غير، يعني وضعية البصمة تحسها انه هي بمكان مناسب لها. ثانيا بالاستعمال كانت سهلة نوعا ما بعد اجهزة هواوي اكيد، لكنه كبصمة وفئة متوسطة كانت روعة. منفذ الصوت او منفذ الصوت او السبيكر الخاص بالجهاز، الصراحة انه شركة سامسونج عجبتني بهذه الحركة وعجبتني كثير جدا بوضعها للسماعة والسبيكر بهذا المكان، بحيث انه هي ما تنقمت يعني بوضع الجهاز على الاسفل او غيره، وكانت صوت الجهاز بالنسبة لي ايجابي والصراحة جدا جدا عجبني وبيناقه جدا قوي. بالنسبة للكاميرا الخاصة بالهاتف، فكاميرا الهاتف اكيد اننا نعرف انه هي 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.9، الصراحة كاميرا الهاتف يعني كانت بالنسبة لي ايجابية وافضل من سابقاتها من فئة الجي، ومثل ما نشوف هاي لقطة بالفلاش واللي سبقتها بدون فلاش، كانت الصور اللي التقطتها بها يعني نوعا ما بالاضاءة الجيدة والاضاءة المنخفضة تعطيك صورة لا بأس بها، يعني مقنعة، وحتى من تكبر او تعطي زوم للصورة نفسها ما تحس انه بيها غواش. وهذه هي الفيديو، تصوير فيديو اكيد انه الجهاز هو يصور فول اتش دي، وهذه هي الدقة القصوى إليه، يعني هي هاي دقة الفول اتش دي اللي صورت فيها. الصراحة كاميرا الجهاز بالنسبة لي كان الفوكس وغيره مضبطة، يعني شركة سامسونج ضبطتها فعلا. اما بالنسبة للمنفذ والاستيعاب، واللي الصراحة هذا اكثر شيء يعجبني بالجي 7 برايم، واللي دائما تستمر عليه شركة سامسونج في فئة الجي، يعني تركز على انه الجهاز ما يخيرك شريحتين او شريحة ورام، بالعكس يستقبل شريحتين ورام بنفس الوقت، زائد انه ذاكرة الهاتف 16 ويستقبل رام ل 256، مثل ما تشوفون انه هذه الشريحة من نوع نانو للمنفذ الواحد. اما الشريحة الثانية او الجرار الكبير هو اللي راح يكون باستقبال للشريحة زائد الاس دي كارت اللي هي قلنا تصل ل 256، وايضا مثل ما تشوفون هي من نوع نانو سم، بحيث انه هي اخر قصة او القصة الصغيرة مثل ما يسميها البعض هي هذه اللي راح يستقبل الهاتف، لكن عموما شريحتين ورام حركة جميلة جدا.
طبعا هذا الجهاز صراحة أنا سويت له فتح صندوق وسويت له استعراض مواصفاته في فيديو سبق، إذا حابين تشوفون الفيديو تتعرفون على الجهاز أكثر وعلى سعره. تقريب يطلع سعره 350 ألف دينار عراقي أو 270 دولار، قياس الحركات القوية الموجودة به والتطور اللي طورته سامسونج كان بالنسبة لي قفزة فئة الجي. لكنه أي جهاز ما يخلى من العيوب، وقلنا سلسلة العيوب لا ترحم. إن شاء الله بالفيديو الجاي راح أستعرض عيوب هذا الهاتف ويكون فيديو منافس. وإذا عجبكم هالفيديو طول لايك. تحياتي، أخوكم سجاد الشمري من قناة ماستر التقنية.